بداية نهنئ أنفسنا على الخيار الديمقراطي وتنظيم الانتخابات في أوانها، ونهنئ أنفسنا كذلك على نتائج الاقتراع. وإذا كان الحراك العربي جاء بقوة التدين السياسي من الشرق، فإن الحراك الديمقراطي يأتي من المغرب وأسقطهم بطريقة ديمقراطية. أما بخصوص المشاورات فإن نتائج الاقتراع تجعل عزيز أخنوج رئيس الحكومة المكلف في أريحية في اختيار تحالفاته، غير أنه اختيار أحزاب ثلاثة الكبرى هو يأتي لتقسيم الجهات، وهي المحافظات بالتعبير الشرقي الجهات في المغرب. أما بخصوص التحالفات فإن التحالف يبدو منطقي على اعتبار بأنه التجمع الوطني الأحرار حزب ليبرالي والأحزاب مع حزب يميني وحزب ليبرالي، وبالتالي لأول مرة تعطي نتائج اقتراع أحزاب ليبرالية وتؤسس لقيادة اشتراكية أو يسارية لهذه المعارضة، وأول مرة تعطي هذه النتائج إمكانية الوضوح المذهبي في التعاطي مع الحكومة والبرلمان. طيب، نتائج كما تتفضل دكتور رشيد تحدث لأول مرة، لكن كيف يمكن أن تنعكس على مسار الديمقراطية في المغرب سيما بعد إقصاء حزب العدالة والتنمية؟ سيدتي، لم يتم إقصاء العدالة والتنمية، بل نتائج الاقتراع بعد أن خسر خسارة العدالة والتنمية هي تعطي وضوحا إيديولوجيا أكثر، لأن المغرب بالنظر للتجارب المقارنة والتجارب في المنطقة الدول العربية فإن المغرب لم يقم بانقلاب ولم يقم بتأويل أحادي للدستور، وجاءت عبر صناديق الاقتراع، وبالتالي فإن قوى التدين السياسي بات وضعها داخل البرلمان وضع هامشي، ولكنها تبقى مكون من مكونات المشهد السياسي. إذن على رئيس الحكومة أن يبدي المشاورة مع جميع الأحزاب، لأنه رئيس حكومة لكل المغاربة، وفي المرحلة الثانية يختار حلفائه وعلى أساس البرنامج، والمرحلة الثالثة يناقش الحقائب الوزارية، ويتم بعدها بعد مناقشة الحقائب الوزارية وضمان المرور إلى تنصيب البرلماني، وحينها تبدأ الحكومة في الاشتغال. طيب، هذا التعدد الحزبي داخل الحياة السياسية المقبلة في المغرب وأيضا تشكيل حكومة متجانسة يطمح إليها المغربيون، هل من الممكن أن تتأثر في حال تشكل معارضة من قبل حزب العدالة والتنمية أو أي تحركات لها؟ العدالة والتنمية تبقى في داخل البرلمان، لا تستطيع أن تشكل كتلة برلمانية، على اعتبار أن كتلة برلمانية أو فريق برلماني محتاجة لعشرين نائبا، وهذا لم تستطع إليه. إذن سيبقى وضعها النسبي داخل البرلمان هو وضع مجهري، وبالتالي فإن الآن تعطي فرصة بخروج الاتحاد الاشتراكي للمعارضة وقيادته للمعارضة يسارية تواجه حكومة يمينية، وهذا هو السيناريو المثالي. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من الرباط دكتور رشيد الأزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة.